صديقي الصدوق، حلقه النهارده من سلسله لعيبه ما كنتش تعرف ان هم لعبوا في الانديه دي قبل كده. واللاعب اللي معانا النهارده هو محلل قناه بي ان سبورت حاتم الطرابلسي. كابتن حاتم ليه مسيره عظيمه مع نادي اياكس، وكمان كان لاعب من الطراز الاوروبي، وده غير انه شخصيه محترمه جدا جدا ما شاء الله. كابتن حاتم معروف انه لعب مع نادي الصفاقس التونسي وكمان مع نادي اياكس الهولندي، انما قليل جدا اللي يعرف انه لعب مع نادي مانشستر سيتي، ده كان سنه 2006 2007. ده كان لاعب النهارده، فما تنسوش تشوف اللعيبه اللي فاتت وتستنى تشوف اللعيبه اللي جايه. سلام.